نأتي بالفرق الشعبية، ولكن لا بد أن يكون هنالك منابر سياسية تتحدث عن السياسة والاجتماع والاقتصاد. والشعب النوبي شعب أصيل، شعب له تاريخ، وهم أقدم شعوب العالم، وهم أقدم شعوب العالم بفحص الجينات الوراثية DNA. الشعب النوبي أقدم شعب في العالم بالفحوصات الجينية في المعامل العالمية وهنا في جامعة الخرطوم. فبعض الناس يتلاعبون بألفاظ النوبيون والنوبيين، ولكن أنا أؤكد في اللغة يا أخوان أو في الأجناس ما في حاجة اسمها فرنسي وفرنسيون أو سعودي وسعوديون أو سوداني وسودانيون وسودانيون. نحن نوبة، نوبة الشمال الذي أنجب خليل فرح ومحمد عثمان وردي عز في هواك. هل تنسون الضناقلة؟ هل تنسون أهل المحس؟ هل تنسون السكوت؟ هل تنسون الحلفاويون في هذه التظاهرة هذا اليوم؟ نحن الرقم الإحدى عشر، نحن الـ11 يا أخواننا في هذه الاحتفاليات. نحن نوبة، نحن نحتفظ بحضارتكم وبإنسكم الحضاري. نحن أولاد الهاق وبعانخي، نحن أقدم شعوب الأرض كما ذكرت. الآن أنا جيت هنا وأنا أمثل الناطق الرسمي لجبهة أرض النوبة في شمال السودان، وأنا فخور بهذا التمثيل، لأننا في الشمال نعاني ما تعانينه أنتم في جبال النوبة أو في غرب السودان. وهذه الحرب الدائرة الآن ليس بين النوبة وبين الناس الغوبشتين، حتى العرب طالهم الحرب في غرب السودان بين الرزيقات والمعالية. من يشعل هذا الحرب؟ من يقتل هذا السودان البريء بيد سودانيين؟ فلا بد أن نوقف هذه الحرب الطاحنة ونجلس في مائدة واحدة ونناقش مشاكلنا ونثبت حقوقنا. ونحن في الشمال نحتفظ بحضارتكم. نعم أنتم ترقصون هنا بالفرق الشعبية التي تعبر هذا التعبير الجميل في هذه السيمفونية الجميلة، ولكن عندكم آثار في شمال السودان نحن نحتفظ بها ونحارب من أجلها. وأنا أحدثكم بكل صراحة وبكل شفافية، هنالك شركات دستورية، شركات يملكها كبار رجال الدولة، يسرقون الذهب من منطقة النوبة ويسرقون آثارنا ويستخدمون مادة السيانيد القاتلة، وهنالك طيور نفقت وهنالك سرطانات منتشرة. نحن في الخرطوم نستقبل حالات عديدة أسبوعيا، بنات عندهم سرطان من استخدام هذه المادة القاتلة دون ترشيد ودون احترام لإنسان ذلك المكان في الشمال. وأخاطب الإخوة المثقفون بالذات في جبال النوبة، عندما نجلس نتحدث عن النوبة يجب أن يكون هنالك رؤية موحدة أننا نوبيون في الشمال وفي الجبال، قضيتنا واحدة، نحن مع السلم ونحن مع الحرب. عدونا واحد، الذي يعادي النوبة في الشمال هو الذي يعادي النوبة في جبال النوبة. هذه حقيقة لا بد أن نثبتها في هذا اليوم، في هذا اليوم العالمي. أثبتنا أن هنالك سرقة للآثار النوبية في شمال السودان، وهذا يلصق تاريخكم الحقيقي في التاريخ، ليس الرقص وحده، ولكن هنالك حضارة تسلب وهنالك كنوز تسلب من أرض النوبة، ويستخدمون هذه المادة القاتلة الزئبق والسيانيد. ونحن والله نعاني في الشمال كما تعانون في الجبال وكما يعاني أي سوداني في أي بقعة في الأرض. أنبه وأتحدث مع كل المثقفين النوبيين، أنني إذا جلست في أي محفل نحن نوبة، ما في حاجة واحدة إلى أن يلس مع نوبة ونوبيون، واكتفي بهذا القدر. ولولا ضيق الوقت وكان هنالك سعة لحضرت الفرقة الشمالية الراقصة هنا ليرقصون معكم مع رقصة الكمبلة وغيرها من الرقصات الجميلة، وشكرا جزيلا بارك الله فيكم. بعد إذنك، أنا طبيبة بشرية وباحثة في البيولوجية الجزيئية، أحب ألفت نظر. للأسف للأسف أنا خجلانة إن أنا في القرن 21 قاعدة في لجنة دستور مصر هقول المعلومات دي، لأني حاسة من السنة اللي فاتت إن في جهل وتجهيل رهيب عن الشعب المصري. النوبة أصل البشرية، كل الكتب اللي بتتكلم عن Human Genome Project اللي مصر اتحرمت منها من المشاركة في اكتشاف الجين الكودي سنة 2003 أثبت
الغرب ان احنا اصل البشرية وبالاخص النوبة. هل تغفل مصر لهذا القوم بهذه المعلومات؟ انا خجلانة من اللي انا بقوله وخجلانة من اللي انا بعمله واللي انا بعلمه وخجلانة من تأسيسية الدستور 2012 وخجلانة من هذه اللجنة لغفلها التطور العلمي الرهيب اللي العالم مندمج فيه ومصر خارج هذا النطاق. كل الدراسات والابحاث العلمية بتدخل مصر مستهدفة هذه المنطقة، وانا عندي الاوائل اللي تثبت ذلك. كل الدراسات اللي جاية عايزة تأكد الفاي دي ان اي بروجكت بتستهدف بلدي واخواتي واهلي. احنا فين من كل ده؟ احنا فين من كل ده؟ لسه بنتكلم في القرن 21 الحتة دي في البلد ولا لا؟ انتوا مش خجلانين اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ كلنا خجلانين، بنتكلم في الحدود وبنتكلم ان الناس ترجع وبنتكلم. هذا هو الامن القومي الحقيقي، هذا هو الامن القومي الحقيقي. طيب اما عن الثقافه النوبيه والشعب النوبي فأنا أقر وأعترف أمام حضراتكم أنني عملت بين أبناء النوبة 4 سنوات من أجمل سنوات عمري، وأنا أزعم أنني تجولت في بعض أنحاء الأرض ليس في كلها، فلم أرى شعبا أرقى خلقا من شعب النوبة. 4 سنوات لم أرى فيها نوبيا في النوبة، في يعني النوبي لما بيطلع من النوبة أحيانا بغير أخلاقه شوي، لكن جوه النوبة لم أرى نوبيا يكذب. الكذب سمة مصرية، لم أرى نوبيا يكذب. وقد اتهم قضية السرقة الوحيدة طول 4 سنوات، قضية السرقة الوحيدة التي اتهم فيها نوبي كان سارق طشت، وقال أنا لم أسرق الطشت، أنا أخذته، هو مدين لي بمبلغ وأنا دخلت وأخذت الطشت، يا يسد المبلغ يا مش هرجع الطشت. أنت متهم بالسرقة، قال لن أعيد الطشت، يرد لي نقودي وأرد له الطشت. وحفظت القضية لانتفاء القصد الجنائي. هذا هو شعب النوبة. لكن إذا انفتحت أنا في الكلام عن النوبة يبقى مش هنعمل دستور السنة دي. أنتقل لحضرتك دكتور باسم، حضرتك درست الأصول النوبية للأسر الملكية المصرية وقلت أن النصوص التاريخية تؤكد أن أعظم ملوك وملكات الدولة الوسطى كانوا سود البشرة. أيضا في الأسرة الـ18 يعني دي الدولة الأسر الحديثة، يعني هل مقصود أنه الدم الفرعوني أصله نوبي؟ هل دي حقيقه؟ بصي، السؤال اللي بنتساله تملي في اي حته في العالم لما بنروح نتكلم على مصر عامه، على تاريخ مصر عامه، السؤال هو اين الدم المصري القديم؟ يعني الدم المصري القديم ده راح فين؟ هل احنا لسه دلوقتي بيجري جوانا دم خوفو وخفرع ومنكورع وجسر ورمسيس وحتشبسوت ويا حتم والناس الحلوه ديت ولا ايه؟ فالرد بتاعي تملي دائما ابدا عليهم بقول لهم الوحداء اللي بيجري داخل عروقهم الدم الملكي المصري القديم هم النوبيين. لما قلت الدولة الوسطى هي عملت شوية لغط وسط الأوساط التاريخية، علشان الدولة الوسطى ديت حصل فيها توحيد للقطرين تاني. احنا عندنا 2 توحيد قطرين، بتاع نعر مير اللي انتوا كلكم عارفينه ده، واحنا طبعا مينا، احنا طول عمرنا عارفين مينا موحد القطرين، ده معروف، ده دي خدناها في سنه بالظبط كده. ولكن لا يعلم الكثير ان هناك حصل اشكاليه بين مصر العليا والدنيا مره اخرى لغايه لما جاء ملك رهيب، هذا الاخر لازم يتحط على اول صفحه في الكتب بتاعت التاريخ، اسمه مونتو حتب الثاني، بيسموه في الغرب منتوحتب ذا جريت، وذا جريت دي او الكبير او العظيم دي دي ما تلقبش بيها ملوك مصر في تاريخ مصر غير قليلين جدا، منهم الكسندر اللي هو الكسندر ذا جريت او الاسكندر الاكبر، ورامسيس ذا جريت عشان رامسيس منتوحتب ليه؟ علشان هو وفق مره ثانيه وبرده جه من الجنوب زي ما نعرمير كان من الجنوب، يبقى دائما اللي بيوحد الجنوبي. ايوه.
أما أنا فهذا جوابي لكل من لا يعرفني، وهذه هويتي الشخصية بكل الفخر والتواضع لله القدير. أنا النوبي، حفيد أول أنبياء الله من نسل آدم عليه السلام، والذي يذكره الله في كتابه العزيز بقوله: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. معنى كلمة إدريس بالنوبي هي رجل العلم. أنا النوبي، حفيد كوش، شقيق مصرايم ابن حام ابن نوح عليه السلام. أنا النوبي، حفيد إخناتون، وأول من تنبأ بوجود محرك للكون واعتقده الشمس، ولكنه لم يسجد لها. أنا النوبي، حفيد الملك العظيم ميناء موحد القطرين وصاحب التاجين، ومن كانت تتغنى به فتيات النوبة لصغارهن وونا ماتود، أي ابن نارمر العظيم. أنا النوبي، حفيد الملكة النوبية الجميلة نفرتاري، زوجة الملك العظيم رمسيس الثاني والذي شيد معبدا لها. أنا النوبي، حفيد الملك الفرعوني أرك آمون، طارد الرومان من مصر. أنا النوبي، حفيد الملكة النوبية العظيمة كنداي، والتي روضت الرومان قبل أن يحاصروها في قصر إبريم ويعقدوا معها الصلح. أنا النوبي، حفيد الملك النوبي العظيم هاركاريوس، والذي عبد الله ووحده في وقت عبد فيه الناس الأصنام والمجوس النار. أنا النوبي، حفيد الأميرة العظيمة هاجر، زوجة أبو الأنبياء عليه السلام وأم إسماعيل جد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا النوبي، الذي لم يكن بين أبنائه في يوم من الأيام قاتل أو معدم أو سارق أو من عبادة الأصنام، فلله الحمد.